بسم الله الرحمن الرحيم. انا زيد محمد وانت يا صديقي العزيز بتتفرج على المحاضره الثامنه من محاضرات البايو ستاتستكس، واللي هنتكلم فيها ان شاء الله عن حاجه اسمها النون بارامتر تيستس. يعني ايه يا زيد صديقي العزيز؟ فاكر في المحاضره السابعه في اخر جزء فيها لما اتكلمنا عن البارامتر تيستس؟ بارامتر تيستس اتكلمنا عليها قبل كده في المحاضره السابعه صديقي. تمام؟ لا مش فاكر يا زيد. طيب يا صديقي العزيز هحاول انا افكرك دلوقتي. بص يا صديقي، البارامتر تيست ده بيعتمد على البوبيوليشن بارامترز. اللي هي ايه يا زيد البوبيوليشن بارامترز؟ صديقي العزيز فاكر لما خدنا قبل كده سلايد واتكلمنا فيها على الفرق بين الاستاتستيك والبارامتر؟ قلنا وقتها صديقي العزيز ان لو انا مثلا عاوز احسب المين اللي هو المتوسط في البوبيوليشن كلهم، اشتغلت على البوبيوليشن كلهم، طيب تمام، وقتها المين اللي انا اشتغلت عليه وحسبته ده هيكون اسمه بارامتر. طيب تمام يا زيد، وهديله رمز ميو. طيب كلام جميل. طيب تمام يا صديقي العزيز. طيب لو جبت المين بتاع سامبل هيبقى اسمه بارامتر برضو يا زيد؟ لا لا يا صديقي العزيز، مش هيكون اسمه بارامتر، هيكون اسمه ايه يا زيد؟ هيكون اسمه ستاتستيك. طيب تمام. طيب صديقي العزيز، نعم، هو الاستاتستيك ده اديله برضو نفس الرمز اللي هو ميو؟ لا، احنا قلنا نديله رمز تاني اللي هو الاكس بار اللي هو الايه لما بشتغل على السامبل، معناها برضو المين، بس معناها المين اللي مين لما يعني انا لما اقول لك اكس بار يعني معناها ان انا ايه، يعني معناها ان انا جبت المتوسط او الوسط بس في سامبل، ولما اقول لك ميو معناها ان انا جبت الايه المين برضو بس في البوبيوليشن. طيب مين فيهم يا زيد اللي اسمه بارامتر؟ ما احنا قلنا بقى صديقي العزيز الحاجات اللي انا بشتغل فيها على البوبيوليشن بيبقى اسمها بارامترز. طيب تمام. بارامترز دي يعني ايه يا زيد بالعربي؟ يعني معلم. طب وستاتستيك يعني احصاء. طيب تمام يا زيد. طب انت ليه بتقول لي الكلام ده؟ هقول لك يا صديقي واحده واحده كده، بس هقول لك ان شاء الله. طيب عاوز تقول لي ايه تاني يا زيد؟ عاوز اقول لك ان انا لما اتكلم معاك بقى كده واقول لك في بارامترز او مفيش بارامترز، يبقى انا قصدي حاجتين. البارامترز قصدي مين في البارامترز؟ قصدي المين والستاندرد ديفيشن. طيب تمام. طيب يعني انت يا زيد عايز تقول لي ايه؟ عاوز اقول لك يا صديقي العزيز ان البارامتريك تيست اللي احنا قلناه قبل كده بيعتمد على البوبيوليشن بارامترز. طيب تمام يا زيد، سهل. البارامتريك تيست بيعتمد على، قصدك بيعتمد على المين والستاندرد ديفيشن والقصه دي. تمام. طيب طب النون بارامتريك بديه يا صديقي العزيز مش هيعتمد عليهم. طيب تمام يا زيد، ممكن توضيح اكتر؟ بص يا صديقي العزيز، لو انا مثلا عندي ايه، بص اقول لك ايه، لو انا عندي داتا صديقي العزيز بتاعه مجموعه مثلا بتاعه ايه، بتاعه بلوت جروبز، مثلا بلوت جروب A و B و O و E B، اربع حاجات، وقلت لك يا صديقي العزيز احنا كنا بنقيس ايه في القصه دي؟ فاكر السكيلز اوف ميجرمنت لما كنا بنقول في فيرست ليفل وسكند ليفل وثيرد ليفل فورث ليفل؟ فاكر كنا بنحط مين في الفيرست ليفل؟ كنت هتقول لي يا زيد بنحط في الفيرست ليفل النومينال داتا اللي هي ابسط حاجه فيهم. كنت بتستخدم ايه عشان تقيسها؟ كنت ما كنتش بستخدم يا زيد اي حاجه، دي كانت عباره عن مثلا عن فصائل دم A و B و O و E B، هستخدم ايه؟ وكانت ممكن مثلا تبقى، كنت ممكن تحط الاوكيوبيشنز او ممكن تحط تقسم الناس حسب الاوكيوبيشنز بتاعتهم، ممكن تقول مثلا تيتشرز ونيرسز ودكتورز والقصه دي. اه يا صديقي كنا بنحسب ايه برضو؟ كنا بنحسب حاجه زايد اسمها الموت، المنوال، القيمه الاكثر تكرارا. طيب يا صديقي العزيز انت كنت بتحسب مين؟ لا يا زايد ما كنتش بحسب مين وانا بتعامل مع النومينال داتا، ما كنتش بحسب مين خالص. طيب مش انا قلت لك يا صديقي العزيز لما اقول لك بارامترز قصدي المين والستاندرد ديفيشن؟ ايوه، وقلت لك ان البارامتريك تيستس دي انا بستخدمها لما بيكون في، يعني لما بعتمد على البوبيوليشن بارامترز. ايوه، يعني لما بعتمد على المين والستاندرد ديفيشن. ايوه يا زيد، ما خلاص بقى. طيب يا صديقي العزيز انا هنا في النومينال داتا ما اعتمدتش على البارامترز، طيب هتقيسها ليه يا زيد؟ هقيسها بقى بحاجات نون بارامتريك. طيب تمام يا زيد. طب الاوردينال قولها لي انت بقى ديت يا صديقي العزيز. فاكر الاوردينال؟ اه فاكرها. كنا بنقول فيها ايه؟ كنا بنقول فيها ان الاوردينال ديت هي برضو كانت كواليتيف داتا برضو، بس كانت مرتبه، كانت اوردرد. قول لي مثال. كنا بنقول مثلا احنا هنقسم تقديرات الطلبه من راسب وجيد وراسب ومقبول وجيد وجيد جدا وامتياز. ايوه صديقي فعلا احنا كنا بنقول كده. طيب كنا بنقول ايه تاني؟ كنا بنقول ان انا من الداتا ديت ما اقدرش احسب غير حاجتين، هما كنت بحسب برضو المود اللي هي القيمه الاكثر تكرارا والميديان. ايه الميديان يا زايد؟ السنترال فاليو. ايه اللي هي السنترال فاليو؟ القيمه المتسنتره في النص. كنت بجيبها ازاي؟ كنت برتبهم واشوف القيمه الموجوده في النص. طيب تمام. هل يا زايد في الاوردينال كنا بنجيب مين او كنا بنجيب ستاندرد ديفيشن؟ لا برضو. يعني انت عاوز تقول لي ان الاوردينال برضو دي ما كانش فيها بارامترز؟ ايوه. يعني انت عاوز تقول ان هي برضو لما اجي اقيسها هستخدم تيست نون بارامتريك تيست؟ اه يا صديقي العزيز احنا فعلا هنستخدم نون بارامتريك تيست. طيب يا زيد ده كلام جميل.
طيب ايه تاني يا زايد ممكن ايه تاني يخليني استخدم نون بارامتريك تيست غير الحاجات اللي انت قلتها؟ يبقى انت قلت ان الداتا كاتيجوريكال، دي حاجه. حاجه تانية ايه تاني؟ بص يا صديقي العزيز، مش احنا خدنا في المحاضره الست خدنا النورمال ديستريبيوشن كيرف؟ طيب واتكلمنا فيها صديقي العزيز، وقلنا ان النورمال ديستريبيوشن كيرف ده الداتا بتبقى فيه ايه؟ نورمال ديستريبيوتد من اسمه. طيب تمام، بس انهي داتا يا زايد اللي كانت بتبقى نورمال ديستريبيوتد؟ كانت ارقام يا صديقي، كانت ارقام ايه؟ كانت ارقام، كانت كونتينوس كوانتيتيف داتا. طيب تمام، كانت كاتيجوريكال؟ لا طبعا ما كانتش كاتيجوريكال. طيب يعني انت عاوز تقول لي لما الداتا بتبقى نورمالي ديستريبيوتد انا ممكن استخدم بارامتريك تيست؟ لان انت بتتعامل مع ارقام. طيب كونتينوس كوانتيتيف داتا، وعاوز تقول لي ان الداتا لما بتبقى كاتيجوريكال سواء نومينال او اوردينال ما اقدرش استخدم بارامتريك تيست؟ ايوه يا صديقي، هو انت لو عندك داتا مثلا نوت نورمال ديستريبيوتد، داتا اصلا هي اصلا مش ايه، مش ارقام، يعني حتى مش مساله نورمال ديستريبيوتد مش ونورمال ديستريبيوتد، لا مش قصدي كده، قصدي خلينا الاول في اول حته بس عشان ما نلخبطش، قصدي كاتيجوريكال. كاتيجوريكال داتا هعمل معاها ايه؟ نون بارامتريك تيست. طيب كونتينوس كوانتيتيف داتا هعمل معاها ايه؟ بارامتريك تيست. هستخدم معاها ايه؟ هستخدم معاها بارامتريك تيست. طيب ده كلام جميل. طيب خلينا بقى في نورمال ديستريبيوتد ونوت نورمال ديستريبيوتد. طيب يلا بينا، قلنا الداتا اللي هي تبقى نورمال ديستريبيوتد تبقى ايه؟ هستخدم لا معاها ايه؟ هستخدم معاها بارامتريك تيست اللي هو الشكل ده. طيب تمام، طب لو الداتا زايد نوت نورمال ديستريبيوتد يعني ايه؟ مش نورمال ديستريبيوتد يا صديقي، يعني فاكر احنا الكيرف ده لما كنت بنقول لك ان هو ممكن يبقى موجود ناحيه الرايت سايد، التيل بتاعه ممكن يبقى موجود ناحيه الليفت سايد، وقلنا وقتها لو التيل بتاعه مثلا موجود ناحيه الرايت سايد بيبقى اسمه بوزيتيفلي سكيود، لو كان التيل موجود ناحيه الليفت سايد، التيل موجود ناحيه الليفت سايد كنت بقول عليه، هنا في تيل كده يا صديقي، كنت بقول عليه ايه؟ نيجاتيفلي سكيود. ايوه، هل ده كان نورمال ديستريبيوتد؟ لا يا زايد ما كانش نورمال ديستريبيوتد. يبقى هتستخدم معاه ايه بقى الكيرف ده؟ طالما هو مش نورمال ديستريبيوتد هستخدم معاه برده نون بارامتريك تيست. طيب هو ايه ليه اصلا يا زايد كان الكيرف ده بيبقى ما كانش بيبقى نورمال ديستريبيوتد؟ لان يا صديقي العزيز وقتها قلت لك ان احنا شلنا قيم وحطينا قيم ثانيه كانت اكستريم فاليوز او كانت اوتلايرز. طيب والاوتلايرز ديت عملت ايه يا زايد؟ غيرت الديستريبيوشن بتاع الكيرف، غيرت النورمال ديستريبيوشن بتاع الكيرف وخلته نوت نورمالي ديستريبيوتد كيرف، خليته نوت نورمالي ديستريبيوتد. ايوه، خليت الداتا اللي موجود عليه يعني نوت نورمالي ديستريبيوتد. طيب والكيرف كان ايه؟ يا اما كان بوزيتيف سكيود يا اما كان نيجاتيف سكيود، يا كان ملتوي ناحيه اليمين يا كان ملتوي ناحيه الشمال. طيب يبقى كان بسبب ايه يا زايد؟ كان بسبب اوتلايرز. يبقى احنا قلنا ان الكيرف ده بسبب الكيرف ده هو نوت نورمالي ديستريبيوتد، يعني هو سكيود للرايت او الليفت، هستخدم ايه؟ هستخدم نون بارامتريك تيست. بسبب ايه؟ بسبب الاوتلايرز. طب لو في اوتلايرز برضو هستخدم نفس القصه. ما هي يا صديقي العزيز الاوتلايرز خليته مش نورمال ديستريبيوتد، وهو اصلا وهو مش نورمال ديستريبيوتد مش هستخدم معاه بارامتريك، يبقى هستخدم معاه نون بارامتريك تيست. تمام كده يا صديقي؟ يا رب تكون فهمت وما كنتش لخبطتك. طيب تمام، طيب تيجي كده نريكاب كده بسرعه اللي احنا قلناه. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه لو الداتا كاتيجوريكال، طيب دي حاجه. حاجه ثانيه قلنا لو في اوتلايرز، والاوتلايرز بتخليه اصلا نوت نورمال ديستريبيوتد، ولو هو نوت نورمال ديستريبيوتد او في اوتلايرز بستخدم ايه؟ بستخدم الايه؟ النون بارامتريك تيست. طيب ده كلام جميل. ايه تاني يا زايد؟ بص يا صديقي العزيز، مش احنا قلنا ان الاوردينال داتا ما كنتش بستخدم معاه اي حاجه تقيسهالي غير المود، وقلنا المود ده سيبك منه خالص، وحاجه كمان اسمها الميديا. طيب يا صديقي العزيز، لو في داتا بتبقى بيتر ريبريزنتد بايه؟ بالميديا، هستخدم معاها ايه؟ هستخدم معاها برضو نون بارامتريك تيست. يا صديقي العزيز، هما الاثنين دولت اصلا الاوردينال بتبقى ريبريزنتد بالميديا، يعني هما الاثنين دولت عاوز تقولهم هما الاثنين كده ماشي يلا بينا، وعاوز تقول ان الاوتلايرز بتخليه نوت نورمال ديستريبيوتد يلا بينا. يبقى هما اصلا يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول في الاخر حاجات كلها ايه؟ مترابطه مع بعضها وبتؤدي لنفس النتيجه. طيب ايه كمان يا زايد ممكن نتكلم عليه كمان يخليني استخدم نون بارامتريك تيست؟ تعالى يا صديقي العزيز نرجع الاول نشوف، هي سمول سامبل سايز. السمول سامبل سايز، طب ليه يا زايد السمول سامبل سايز يخليني ما استخدمش نون بارامتريك تيست؟ هقول لك، ما استخدمش بارامتريك تيست واستخدم نون بارامتريك. لحظه يا صديقي، اهي
لحظة اهي. بص يا صديقي العزيز، ال آسف آسف، نون بارامتريك تيست اهي. بص يا صديقي، لو هي كانت سمول سامبل سايز كانت، طب ايه يا عم، ليه خلي لما هي ليه بتخليها لما هي سمول سامبل سايز تستخدم برضه نون بارامتريك؟ صديقي العزيز، هو انا هدفي ايه؟ يعني انا كنت بجيب سامبل من البوبيوليشن ليه اصلا؟ عشان باخد سامبل من البوبيوليشن، السامبل دي ايه؟ كنت بحاول ان هي تكون ايه؟ ريبريزنتيف للبوبيوليشن، صح؟ طب هو لو عددها قليل هي هتكون ايه؟ هي هتكون اصلا مش ريبريزنتيف للبوبيوليشن. يعني ايه نوت ريبريزنتيف للبوبيوليشن؟ يعني يا صديقي العزيز مش ريليتد للبوبيوليشن اصلا، مش ريليتد للبوبيوليشن بارامترز يا صديقي العزيز. يبقى هل انا دلوقتي بعتمد على بوبيوليشن بارامترز؟ لا يا زايد، ما بتعتمدش على بوبيوليشن بارامترز. يبقى وقتها هتستخدم ايه؟ هستخدم تيست نون بارامتريك تيست. ليه يا زايد؟ يا صديقي العزيز قلت لك في الاول، احنا لما بنعتمد على البوبيوليشن بارامترز بيبقى التيست اللي احنا بنستخدمه اسمه بارامتريك تيست. طيب تمام يا صديقي العزيز. صديقي تعالى بس نتكلم كده عن حاجه كده بسيطه افكرك بيها. ده البوبيوليشن بتاعنا صح؟ المين دايستوليك بريشر، مين دايستوليك بلاد بريشر في البوبيوليشن 78. طيب تمام، ده اسمه ايه يا صديقي؟ هتقول لي ده بوبيوليشن وانا بحسب مين؟ ده ميو. برافو عليك يا صديقي العزيز. اسمه ايه بقى؟ بارامتر ولا ستاتستيك؟ لا ده بارامتر. جميل. طيب في سامبلات يا صديقي العزيز. طيب تعال نشوف السامبل دي، المين اللي فيها 75 ده ايه يا صديقي؟ يا صديقي يا زايد، ده اسمه اكس بار بقى، انا فهمته خلاص. برافو عليك يا صديقي. طيب اكس بار يبقى هو بارامتر ولا ستاتستيك؟ لا ده ستاتستيك. الله ينور، انت كده فاهم. طيب تعال نشوف الكلام الموجود في الكتاب عشان نكون ايه، غطينا كل حاجه. بص يا صديقي العزيز، بيقول لك ايه؟ بيقول لك النون بارامتريك تيست اللي احنا بنتكلم عليه ساعتها، بيقول لك زي ما بيقول الاسم بتاعه، هو مش بيعتمد على البوبيوليشن بارامترز. وقلنا مين البوبيوليشن بارامترز؟ مين وستاندرد ديفيشن، هم اللي بنتكلم عليهم هنا. طيب يبقى نون بارامتريك تيست ده ماله؟ ده لما الريسيرشر الباحث مش بيبقى عارف اصلا، مش عارف ايه ايه البوبيوليشن بارامترز. ايوه يا صديقي نفس الكلام، يبقى هو مش عارف البوبيوليشن بارامتر، او البوبيوليشن بارامتر اصلا ما اعرفش اجيبه. ليه؟ اوردينال داتا يا صديقي العزيز، نومينال داتا، اجيب بارامتر ازاي؟ طب يا زايد انا بجيب المين او بجيب الميديان. صديقي العزيز قلت لك الميديان ده مش بارامتر، البارامتر يا صديقي العزيز مين وستاندرد ديفيشن، ده اللي انا اقصده لما اقول لك بارامتر، بقصد المين والستاندرد ديفيشن. طيب تمام يا زايد. طيب بيقول لك النون بارامتريك تيست مالها بقى؟ بتبقى بيزد على ايه؟ بيزد على الرانكينج. الرانكينج اللي هو مين يا زايد؟ اللي هو الميديان، الحاجه اللي احنا بنعرف نحسبها من الاوردينال داتا. قلنا اللي هي ايه؟ بنرتب الاول وبعد كده بنحسب الميديان، القيمه اللي هي سنترال فاليو، القيمه المتسنتره في النص. طيب ده كلام جميل. بيقول لك بتجيبه من اللوت وايز، نفس القصه الكلام اللي احنا بنقوله الترتيب. طيب صديقي العزيز، نعم يا زايد، بيقول لك ان النمبر متريك تيست ديت بتبقى ايه؟ ممكن اسميها ديستريبيوشن فري تيست. كلام بديهي يا صديقي وقلناه. يعني ايه ديستريبيوشن فري؟ يعني هي يعني هي اصلا الداتا اللي انا بجيبها ديت ما عندهاش نورمال ديستريبيوشن، ولا بقول لك ولا حتى عندها اي ديستريبيوشن تاني. احنا قلنا صديقي، قلنا زي دي نفس القصه قلناها، مش احنا قلنا ان لو الداتا اللي معايا مش نوت نورمالي ديستريبيوتد مش هقدر استخدم بارامتريك تيست، وهلجا لاستخدام النون بارامتريك تيست. طيب يا صديقي ده كلام جميل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان كده احنا ما نقدرش او ما عندناش اي اسامبشنز عن البوبيوليشن ان احنا جبنا منها الداتا. ليه زايد ما نقدرش؟ ما عندناش هنا اي، ما عنديش اي اسامبشنز عن البوبيوليشنز اللي انا خدت منها الداتا، لان يا صديقي العزيز هنا اصلا انا مش عارف البارامترز بتاعه البوبيوليشن. طب زايد ممكن نفسر الجزء ده؟ ممكن يا صديقي العزيز. بص هنجيب المثال الاولاني، نفس المثال يا صديقي اللي اتكلمنا عليه، مش احنا قلنا لو احنا عندنا بوبيوليشن واحنا بنشوف ايه، بنشوف الدايستوليك بلاد بريشر بتاعه. انا خدت سامبل، خليني مش عارف ده خالص، خدت سامبل والسامبل دي كانت ريبريزنتيف سامبل، لقيت ان المين دايستوليك بلاد بريشر بتاع السامبل ديت كام؟ 75. طيب تمام يا صديقي. طيب تمام 75 يا صديقي العزيز ده رقم ايه؟ جيت بعد كده بقى، جيت بعد كده شفت الايه، شفت المين دايستوليك بلاد بريشر بتاع البوبيوليشن كله. مش انا لما جبت الرقم 75 ده انا كنت نوعا ما قدرت اعمل استيميشن للبارامترز، البوبيوليشن بارامتر اللي هو مين هنا؟ البوبيوليشن بارامتر اللي هو المين، اللي هو ميو. فاهمني يا صديقي؟ يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا اعمل ايه؟ اعمل استيميشن للايه؟ للمين. يعني ده مثلا 75 و78 مش كتير، يعني هو يعني ايه؟ وزن ذا سيم رينج صح؟
طيب يا صديقي العزيز، تخيل بقى ان ديت كانت كاتيجوريكال داتا، لا في ارقام ولا في فيش اي حاجه، ومش انا اصلا مش بعتمد على البوبيوليشن بارامترز في اي حاجه، والقص وانا شغال اصلا على نومينال اوردينال داتا او ايا كان. هو انا صديقي العزيز هقدر اعمل استيميشن للبوبيوليشن بارامترز ازاي؟ هقدر اعمل اسامبشنز ازاي اصلا؟ هو انا عندي ايه اصلا اشتغل بيه؟ طب هتعمل ايه يا زايد بقى في النون بارامتريك تيست؟ هتقول ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هعرف يا صديقي العزيز هعمل ايه كمان شويه، هتكلم معاك في المثال وهقول لك احنا هنتكلم بنطلع بايه من نون بارامتريك تيست. بس خلينا ايه؟ خلينا ماشيين واحده واحده. طيب يبقى خلينا عارفين هنا اللي هي مش يبقى ايه؟ زيدو نوت هاف ايه؟ اي اسامبشنز عن ايه؟ عن البوبيوليشن، ان انا خدت منه الايه؟ ان انا خدت منه العينه. طيب تمام يا صديقي العزيز. طيب ايه بقى؟ احنا كده غطينا كل الكلام هنا. طيب تمام. ايه بقى زايد الكاي سكوير تيست ده؟ بص يا صديقي، ده بيقول لك ده اصلا اكتر تيست بيتم استخدامه من ضمن النون بارامتريك تيست. مش انا مستعد بقى لي ساعه واتكلم معاك على النون بارامتريك تيست وبقول لك كذا كذا كذا، بتعامل مع نوع داتا كذا مش عارف ايه وايه وايه، وبعتمد على كذا ومش بعتمد على كذا، والقصه دي كلها هبدا اقول لك اول تيست فيهم، وتقريبا هو الوحيد اللي هتكلم عليه النهارده، الباقيين هنقولهم كده بس اسماء. طيب بيقول لك يا صديقي العزيز التست ده بيتم استخدامه لما بكون عاوز اعرف الريليشن بين تو كواليتيتيف فاريبلز، وده كلام بديهي يا صديقي العزيز وكلام منطقي. احنا مستعدة بنقول النون بارامتريك تيست حاجات كاتيجوريكال نومينال اوردينال مش عارف ايه، حاجات كواليتيتيف. فانا لما اخد تيست من ضمن التيستس اللي انا بتكلم عليهم الصبح دولت واخد واحد منهم وافصله، اكيد هتعامل مع ايه؟ اكيد هتعامل مع كواليتيتيف فاريبلز. هنا بيقول لك بتعامل مع ايه؟ مع تو كواليتيتيف فاريبلز. على سبيل المثال سيرتن كونديشن زي مثلا كانسر لانج، وحاجه ثانيه certain characteristic اللي هو مثلا smoking. يعني انا لو عاوز اشوف ايه الريليشن بين السموكينج وكانسر لونج هستخدم ايه؟ هما الاثنين ايه يا صديقي العزيز؟ الاثنين qualitative. تمام. هستخدم ايه بقى؟ هستخدم الكاي سكوير تيست ده. زي دي يعني ايه سكوير اصلا؟ يعني ايه كاي سكوير تيست ده؟ بص يا صديقي، هي صيغه القانون ده مش عليا بس انا جبتها بس عشان تكون فاهم. هو اصلا بيبقى دايما اكسبريسد كايه؟ كسكوير كاكس سكوير او بقول عليه كاي سكوير، لانه دايما بيكون اكسبريسد كده في تربيع بيبقى سكويرد دايما. تمام يا صديقي العزيز، عشان كده بقول لك كاي سكوير دايما مربع قائي، بالعربي اسمه مربع قائي. طيب تمام يا صديقي العزيز، سيبك بقى من القانون ده مش عليا في الكتاب. طيب يلا بينا نشوف مثال على القصه دي. بيقول لك يا صديقي العزيز ايه؟ بيقول لك طب انت زيد لما تشوف الريليشن هتقول لي ايه في الاخر؟ يعني هقول لك يا صديقي العزيز في سيجنيفيكانت اسوشيشن ولا مفيش؟ طب ما فيش، يبقى معناها ايه؟ معناها ان في صدفه هي اللي حصلت. يعني ايه يا زايد؟ انا مش فاهم انت كده بتلخبطني. لا يا صديقي والله مش هلخبطك، هفهمها لك بالراحه واحده. انا عاوز اشوف هل في فعلا اسوشيشن بين السموكينج والكانسر لونج او لونج كانسر. طيب هتعمل القصه دي ازاي يا زايد؟ بص يا صديقي العزيز، مش احنا مثلا احنا لاحظنا اوبزرفيشنز معينه، هنجمع الاوبزرفيشنز اللي احنا لاحظناها، يعني نشوف الاكشوال اوبزرفيشنز، يعني اسف الاكشوال اوبزرفيشنز هقارنها باكسبكتد. مش فاهم. بص يا صديقي العزيز، الاكسبكتد ديت فاكر انت المحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على النول هايبوثيسس؟ اه يا زايد فاكر نظريه العدم او الفرض الصفري. طيب تمام، اللي كنت دايما بقول فيه ايه؟ كنت دايما بقول فيه ان مفيش ريليشن، مفيش ديفرنس، مفيش اختلاف، مفيش اي حاجه. كنت دايما بقول مفيش 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 مفيش. طيب تمام. طيب ده فين؟ ده في النول هايبوثيسس. طيب تمام، كلام مظبوط. طيب انت هنا هتعمل ايه؟ هشوف الاكشوال اوبزرفيشنز ودي هقولها دلوقتي، وهشوف الاكسبكتد. الاكسبكتد اللي هو ايه؟ تقدر تقول عليه اللي هو بيزد اون اور نول هايبوثيسس، بيزد على النول هايبوثيسس اللي هي نظريه الصفريه. مثال زي دي، مثال بص يا صديقي، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على السموكينج ولون كانسر. انا هحط الفرض الصفري بتاعي اللي هو الاكسبكتد اللي هو ايه؟ مفيش علاقه بين التدخين واللون كانسر، ده مبدئيا كده. وبعدين هتعمل ايه زي؟ هنزل اشوف الناس، اشوف بقى عدد المدخنين وعدد المدخنين اللي عندهم لون كانسر والقصه دي بقى، واجمع الاوبزرفيشنز بتاعتي. وبعد كده شفت انت الاكشوال اوبزرفيشنز اللي هي موجوده فعليا، وهتقارنها بمين؟ بالاكسبكتد. ده لا يا زي ده، انا لما نزلت لقيت ان السموكرز عدد كبير جدا منهم عنده لون كانسر، وانت في الاكسبكتد بتقول ايه؟ بتقول ان مفيش عدد كبير من السموكرز عندهم لون كانسر ولا اي حاجه. يبقى الفرق، يبقى هنا ايه؟ في فرق كبير قوي بين الحاجه اللي انت نزلت شفتها الاكشوال اوبزرفيشن والاكسبكتد اللي انت كنت بتقول بناء على ايه؟ بناء على النال هايبوثيسس. تمام كده يا صديقي؟ طيب طالما الفرق ده كبير، يبقى الديفرنس بين
الديفرنس بين الاوبزيرفد والاكسبكتد كبير، يبقى الديفرنس ده اقدر اقول عليه سيجنيفيكانت. يبقى في سيجنيفيكانت اسوشيشن بين مين؟ بين السموكينج واللون كانسر. طيب زايد مثال تاني او على نفس المثال خليها قليل. طيب يا صديقي العزيز انا بقول في الاكسبكتد ايه؟ مفيش ريليشن، مفيش اسوشيشن، مفيش علاقه بين التدخين واللون كانسر. طيب تمام، ده النل، ده اللي هو الاكسبكتد. نزلنا شفنا الناس، لقينا فعلا ان مفيش ناس كتير قوي، مفيش ناس كتير سموكرز عندهم لون كانسر. يبقى الفرق بين الاكشوال اوبزرفيشنز وال اور نل هايبوثيسس اللي احنا قلناها اللي هي الاكسبكتد قليل. يبقى وقتها تقول ايه؟ وقتها اقول ان الديفرنس بين الاوبزرفد والاكسبكتد قليل. يبقى ايه بقى؟ يبقى اللي حصل ده باي تشانس. انت ممكن تلاقي مثلا 2 3 بس كده بيدخنوا هم اللي عندهم لان كانسر، يبقى هم دول موجودين كده بس، لا ده صدفه بس، ده مش اي حاجه تانية. طيب يبقى وقتها ايه؟ يبقى وقتها الديفرنس بتاعك بقى قليل، يبقى وقتها الحاجه اللي انت لقيتها دي قليله برضو وحصلت كمان مع الصدفه، يبقى فعلا مفيش ايه، مفيش اسوشيشن، مفيش سيجنيفيكانت اسوشيشن. تمام كده صديقي فهمتني؟ هنشوف مثال وهنفهم اكتر باذن الله. صلى على النبي بقى، صلى الله عليه وسلم. المثال يا صديقي العزيز بيقول لك احنا عايزين نشوف هل في سيجنيفيكانت ديفرنس في ايه؟ في التايم اوف هيلينج اوف وونز في مين؟ في الناس اللي هم الدايبيتكس والناس اللي مش دايبيتكس. طيب يلا بينا ننزل نشوف الناس. نزلنا شفنا الناس، لقينا ان في ديلي فعلا في الهيلينج وونز، لقيناه اوبزرفت في قد ايه؟ في 34% من الناس اللي عندهم دايابيتس. 34 يعني من كل 100 شخص عنده دايابيتس، من كل 100 شخص دايابيتك عندنا كام؟ عندنا 34 شخص عندهم ايه؟ ديلي ان هيلينج اوف وند. طيب تمام، طب والناس التانيين اللي هم ما عندهمش دايابيتس؟ لقينا 15% بس من الناس التانيين اللي هو عنده نورمال بلاد شوجر، شخص عادي ما عندوش دايابيتس خالص، عنده برضو ديلي ان هيلينج وند، ان هيلينج اوف وند. طيب دلوقتي انا ايه؟ دلوقتي ايه اللي انا قلته دلوقتي؟ دي الاوبزرفيشنز، الاكشوال اوبزرفيشنز بتاعتي. طيب تمام، السؤال يا صديقي العزيز بيقول لك هل في فرق فعلا ولا الاوبزرفيشنز اللي انتوا لقيتوها ديت كانت اصلا بمحض الصدفه، والدايابيتس ما بيأثرش على التايم اوف هيلينج ولا اي حاجه من الحاجات ديت؟ طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قبل الجدول، سيبك من الجدول، قبل الجدول هنعمل فورميوليشن لمين؟ للنال هايبوثيسس ومين؟ والالترنتيف هايبوثيسس. طيب ايه هي النال هايبوثيسس يا زايد؟ الاكسبكتد يا صديقي العزيز. الاكسبكتد بتقول ايه؟ بتقول ان مفيش فرق، مفيش ديفرنس، مفيش اي حاجه، مفيش اسوشيشن. يبقى هنا تقول ايه؟ ليتش نال، مفيش سيجنيفيكانت اسوشيشن بين الهيلينج اوف وند اند دايابيتيك ستيت. يعني يكون الشخص عنده دايابيتس ما عندوش دايابيتس، ما فيش اي حاجه خالص. طب وكونها بتقول ان ما فيش اصلا اسوشيشن، يعني معناها بتقول ايه برضو؟ بتقول ان الشخص نون دايابيتيك زي الشخص الدايابيتيك، هما الاثنين زي بعض في حاله الايه، في موضوع الهيلينج ده. طيب يبقى طالما هما الاثنين زي بعض، يبقى لو طرحناهم من بعض، يبقى لو طرحنا الاوبزرف ناقص الايه الاكسبكتد هتدي زيرو. ما هي الفرضيه بتقول اصلا ان هو مفيش فرق. طالما مفيش فرق يبقى طالما طرحتهم من بعض يعني هما الاثنين بيساووا بعض، طرحتهم من بعض بزيرو. طيب تعال نحط الفرض البديل، يلا بينا يا صديقي العزيز. ايه الفرض البديل؟ ايه هو الالترنتيف هايبوثيسس؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في سيجنيفيكانت اسوشيشن، واحنا اتفقنا المحاضره اللي فاتت ان الاثنين عكس بعض. طالما قلت ديت بتساوي يبقى دي على طول لا تساوي. دي بقى الفرض البديل اللي هو الالترنتيف هايبوثيسس، الريسيرش هايبوثيسس، النظريه اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نثبتها. بنقول ايه؟ بنقول ان في سيجنيفيكانت اسوشيشن بين الهيلينج والدايابيتيك ستيت. تمام كده يا صديقي العزيز؟ يبقى انا دلوقتي لو انا عاوز اكسبت النظريه ديت واقبلها، يبقى لازم اعمل في ديت ايه؟ ريجكشن، صح؟ طب افرض يا صديقي العزيز، افرض انا فشلت ان انا اعمل لديت ريجكشن، يبقى انا فيلد ان انا اعمل لها ريجكشن. طيب ايه؟ يبقى انا هاكسبت مين؟ يبقى انا هاجي اعمل ريجكشن لدي. ليه؟ ما انت دلوقتي اللي فوق ديت النال انت فشلت ان انت تعمل لها ريجكشن، خلاص هتتقبلها بقى زي ما هي. طب وديت يا عم خلاص، ما انت عشان تقبل ديت، عشان تقبل الاتش ايه اللي هي الالترنتيف هايبوثيسس، عشان تقبلها لازم تريجكت دي. ما قدرتش على ديت خلاص كل سنه وانت طيب بقى، مش هتقدر تعمل مش هتقدر تقبل الثانيه. تمام كده صديقي؟ طيب تمام، تعالى وريني الجدول يا زايد لو سمحت. يلا بينا. احنا قلنا يا صديقي العزيز ان احنا من اصل كل 100 شخص عنده دايابيتس في 34 شخص عندهم ديلي في الايه، في الوند هيلينج. طيب لقينا هنا 34 وبعد الدايابيتيك بيشنز كام؟ 100، لان 34 منهم عندهم ديلي، عندهم برولونج هيلينج. تمام، طب والنون دايابيتكس
لقينا صديقي العزيز 15 منهم ناس طبيعيين عندهم ايه برولونجيت هيلينج. دي دلوقتي يا صديقي العزيز دلوقتي الحاجتين انا عاملهم لك في روم مختلف، اللي هم ايه اللي هو اللي هم لي في السؤال، ودي الحاجات اللي احنا لاحظناها فعلا. الحاجات التانية هنجيبها بالتفكير، حاجات منطقية. مش احنا قلنا ان 34% من اصل 100 كل من 100 شخص عندهم دايابيتس، قال له عندهم ديلي عندهم برولونجد هيلينج يبقى كام واحد ما عندهمش برولونجد هيلينج؟ 66، كلام منطقي. هنا في 15، يبقى كام واحد ما عندهمش برولونجد هيلينج؟ يعني نورمال 85. طيب بعد كده اجمع لي الناس، اجمع فاكر بقى انا كنا بنعمل القصه ديت، نجمع دولت ونجمع دولت ودولت طبعا هيطلعوا 100 و100. على فكره صديقي العزيز الجدول ده موجود في الكتاب بس تقريبا في غلط، بس ده دي نفس الداتا اللي جت في المحاضره. تمام يا صديقي العزيز، ده جا كده في المحاضره الجدول ده. طيب تمام، عملنا احنا الجدول يا زيد، انت بتعمل الجدول ده ليه؟ هقول لك يا صديقي، بس انت متابع معايا؟ انت فاهم دلوقتي احنا عملنا ايه؟ عملنا فورميوليشن للهايبوثيسز، اللي هي عملنا فورميشن الاول، فورميوليشن الاول هايبوثيسز اللي هي النل، والثانيه اللي هي ايه الثانيه اسمها الالترناتيف. طب تمام، كلام جميل. طيب عملنا فورميوليشن ليهم ومعانا الجدول بتاعنا وكل حاجه زي الفل ان شاء الله. طيب عاوزين نحسب يا زيد الكريتيكال فاليو. طيب فاكر يا صديقي العزيز في المحاضره اللي فاتت لما اتكلمنا على الكريتيكال فاليو قلنا اللي هي ايه اصلا؟ قلنا دي القيمه الحرجه. يعني ايه زايد القيمه الحرجه؟ القيمه اللي كانت بتبقى موجوده بين منطقتين. ايه هما المنطقتين؟ الاكسبتنس اريا والريجكشن اريا. برافو عليك يا صديقي، هما فعلا كانت الاكسبتنس اريا والريجكشن اريا. طيب كنا بنحسبها ازاي بقى يا صديقي؟ زايد كنا بنجيب حاجه اسمها الليفل اوف سيجنيفيكانس، كان هو بيديه لنا كان في الغالب بيبقى 5% لان ده اصلا اليونيفرسالي اكسبتد فعلا يا صديقي. وكنا بنعمل ايه تاني؟ فكر معايا، فكر. كنا بنجيب حاجه اسمها الديجري اوف فريدوم. برافو عليك يا صديقي العزيز. كنت بتجيبها ازاي؟ كنت بطرح السامبل سايز بنقص منه واحد. يعني ايه؟ يعني لو معايا 30 يا زيد، 30 شخص بطرح منهم واحد، يبقى انا كده ايه؟ حر في اختيار 29 شخص. وشرحنا القصه دي قبل كده في المحاضره اللي فاتت. طيب ده كلام جميل. كنت بتعمل ايه يا صديقي بقى؟ كنت بروح الجدول يا زيد، في جدول كده كنت بروح فيه بشوف الجدول ده، بشوف الحاجتين. طيب وريني كده يا صديقي الجدول اهو. ايوه هو ده الجدول. كنت بروح بعمل ايه؟ بشوف الديجري اوف ديفرنشيشن، ديجري اوف فريدم، وبعد كده بشوف الليفل اوف سيجنيفيكانس اللي هو هنا 5% بس مش واضحه. بس يا صديقي العزيز بالمناسبه الجدول ده مش موجود في الكتاب، انا جبته بس عشان ايه؟ عشان نفهم بس. تمام، بس هو مظبوط يعني ان شاء الله. النتائج بتاعته بص موجوده هنا كام؟ النتيجه هنا كام؟ 3.8. دي مين يا زيد؟ دي الكريتيكال فاليو. تعال نبص على الكريتيكال، بس هنا بقى احنا بنشتغل في كاي سكوير صح؟ فهنسميها كريتيكال كاي. طيب كريتيكال كوي بكام؟ 3.84%. كلام جميل. طيب الكالكيوليتد هو بيديها لي بقى، دي بيديني الايه؟ قيمه كوي المحسوبه اللي هي الكالكيوليتد. هو بيقول لك ان هي كام؟ 9.76%. طيب صديقي العزيز كنا بنروح في المحاضره اللي فاتت بنشوف لو هي اكبر من، شوفها اكبر ولا اصغر ولا بنشوفها ايه علاقتها بالكريتيكال كوي. تمام. طيب كنا فعلا زي ده بنروح نشوفوها هي اكبر منها وبتساويها ولا اصغر منها. لا كنا بنيجي بقى عند الجدول ده بس يا صديقي العزيز، عند الكيرف ده بس يا صديقي العزيز. ايه الفرق بين الكيرف ده والكيرف اللي كان في المره اللي فاتت؟ هتفكر يا صديقي العزيز وهتقول لي بالظبط يا صديقي العزيز، الكيرف ده نوت نورمالي ديستريبيوتد. ليه زايد نوت نورمالي ديستريبيوتد صديقي العزيز؟ لو كان نورمالي ديستريبيوتد اصلا ما كنتش هاجي اعمل نون بارامتريك تيست. برافو عليك. يبقى انت دلوقتي يا صديقي العزيز فهمت؟ فهمت ايه؟ برافو عليك يا زايد، ده انت اللي قلتها يا صديقي العزيز. احنا واحد. طيب يبقى الكيرف ده ماله؟ الكيرف ده نوت نورمالي ديستريبيوتد. ليه؟ اللي هو اصلا لو كان نورمالي ديستريبيوتد ما كنتش هستخدم نون بارامتريك تيست. احنا قلنا اصلا في الريزونز اللي بتخليني استخدم نون بارامتريك تيست ان الداتا بتاعتي تكون ايه؟ تكون نوت نورمالي ديستريبيوتد. تمام يا صديقي العزيز، ده كلام جميل. طيب حطيت يا زايد الكريتيكال فاليو، حطيتها انا هنا، ما احنا جبنا الكريتيكال فاليو من الجدول ولقيناها 3.8، حطيتها يا زايد. طيب يا صديقي العزيز شفت انت الكريتيكال فاليو؟ طيب ومعاك الكالكيوليتد كوي فاليو؟ طب الكريتيكال كام؟ الكريتيكال لقيتها مثلا، قول مثلا الكريتيكال اهيت، قول اللي احنا لقيناه، احنا قلنا 3.8. تمام يا صديقي العزيز. الثانيه بقى لقيناها كام؟ لقيناها 9.76%. يبقى اكيد بعد الكريتيكال فاليو، اكيد اكبر منها صح؟ هي اكبر من مين؟ اكبر من الكريتيكال. طالما اكبر من الكريتيكال يبقى هي موجوده في، موجوده في الريجكشن اريا. يبقى انت هتعمل ايه؟ هرفض النال هايبوثيسز، هعمل لها ريجكشن. طب طالما عملت ريجكشن للنال هايبوثيسز يبقى هعمل ايه؟ هعمل اكسبتنس للالترناتيف هايبوثيسز. طيب هي
الريتيرن اوف هايبوثيسس اللي انا هقبلها هي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان في سيجنيفيكانت اسوشيشن بين الهيلينج اوف وونت والدايبيتيك ستيت. صديقي العزيز انت فهمت؟ يا رب يا رب تكون فهمت ويكون الامور واضحه ان شاء الله. صديقي عزيز انا ممكن اكون عديت على حاجات بسرعه او قلتها مثلا يعني مش عارف، بس على فكره احنا قلنا الكلام ده كله في المحاضره السابعه، هي المره دي تعتبر فيها كلام كتير قوي اتكرر قبل كده، عشان كده انا ممكن اكون عديت على الايه الستيب سريعا سريعا، بس ايا كان ممكن توقف الفيديو او ترجع الفيديو تاني. طيب وهنعمل ريكاب يا صديقي العزيز في الاخر كمان ما تقلقش. كمان زيد انت في حاجه ما قلتهاليش. ايه يا صديقي؟ انت ما قلتليش اصلا انت جبت الديجري اوف فريدم ازاي؟ صديقي العزيز ما انا قلت لك احنا بنطرح السامبل سايز منقص منه واحد. لا يا زيد ده المره دي ما فيش سامبل سايز، ده المره دي في جدول. صديقي العزيز هي نفس الفكره. ازاي يا زيد؟ الجدول بتاعك ده ايه يا صديقي؟ الجدول ده 2 باي 2. طب جميل، يعني عندك ايه؟ عندك عمودين وعندك صفين صح؟ يا عم اطرح من ده واحد، نقص من ده واحد ونقص من ده واحد، هتلاقي الاثنين بقت كام؟ اهو يا صديقي العزيز نقصت من دي واحد ومن دي واحد واضربهم في بعض، مش هو 2 باي 2 جدول؟ الجدول 2 باي 2 تيبل، نقص من هنا 2، نقص من هنا 1 عادي تطلع 1، ونقص من هنا 1 يطلع 1، اضربهم في بعض يطلع 1. 1 ده الايه يا صديقي العزيز؟ ده قلنا عليه ده ايه؟ ده ديجري اوف فريدم. طيب تمام. طب ازاي كنت بستخدم ديجري اوف فريدم في ايه؟ صديقي العزيز قلت لك والله بستخدم ديجري اوف فريدم مع الليفل اوف سيجنيفيكانس اللي هم مديهولي، بروح الجدول بشوف الديجري اوف فريدم كام والليفل اوف سيجنيفيكانس كام، وشوفهم بيقابلوا بعض في ايه؟ النقطة القيمة اللي هم يقابلوا بعض فيها اللي كانت هنا دي كانت كام؟ 3.8. طيب تمام يا زيد. طب في حاجة تانية نسيناها؟ عشان استنى كده بس أتأكد. لا يا زيد إن شاء الله ما نسيناش حاجة. طيب أنا وقفت الفيديو ولفيت شوية في السلايد ومفيش حاجة نسيناها إن شاء الله. طيب تعال نكمل يا صديقي العزيز. زيد أنت كل ده بتكلم على إيه؟ بتكلم على الكاي سكوير تيست. بتستخدمه في إيه يا زيد؟ هو نمبر مترك تيست. طب مفيش اي تيست تاني غير ده؟ مفيش غير نمبر، مفيش غير الكاي سكوير تيست ده يا زيد؟ لا يا صديقي العزيز في اذر كومن نون بارامتريك تيست. طيب زيد انت هتكلم عليهم صديقي العزيز. هم موجودين كده في الكتاب بس ايه كاسماء وكحاجه ثانيه هقولها لك، بس هم مفيش اي ديتيلز عليهم خالص. طيب تمام يا زيد. طيب صديقي العزيز فاكر المحاضره السابعه؟ يا زيد فاكرها. لحظه يا صديقي، فاكر كنا بنتكلم على حاجه اسمها الوان سامبل تي تيست؟ كنا بنقول دي ايه؟ دي بارامتريك تيست وده نون بارامتريك تيست. ايه الوان سامبل؟ الوان سامبل يا صديقي العزيز ده كنت بستخدم فيه ايه؟ كنت بستخدمه عشان كومبير ايه؟ بكومبير المين بتاع السامبل مع النون فاليو اوف ذا بوبيوليشن مين، يعني متوسط عينه مع متوسط بوبيوليشن انا عارفه، متوسط البوبيوليشن بتاع حاجه معينه انا عارفه. طيب تمام. طب يا زيد التو سامبل كنت بستخدمه في ايه؟ صديقي العزيز بقى كنت بستخدمه عشان اقارن مجموعتين من الناس. فاكر المثال اللي كان موجود في الكتاب واللي قلناه في المحاضره اللي فاتت؟ كنت بقارن مجموعه مثلا من الناس اللي هم 1000 شخص من الصين و1000 شخص من مصر وقارنا اطوالهم، فاكر؟ ده كان التو سامبل. طيب البيرد يا زيد، البيرد يا صديقي العزيز عملت انترفينشن، اقارن نفس الجروب قبل ما اعمل انترفينشن وبعد ما عملت الانترفينشن، يبقى انت بتقارن ايه؟ بقارن نفس الجروب. طيب تمام يا زيد افتكرت. طب الانوفا، الانوفا يا صديقي العزيز كنا بنقول ان احنا بنقارن فيه المين المتوسط بتاع 3 او اكتر من جروبز، يعني 3 جروبز او اكتر. طيب تمام. طب ايه هو البيرسون؟ البيرسون كورليشن بستخدمه يا صديقي العزيز عشان قلت لك وقتها ان هو التست ده بيقيس الاسوشيشن او الترابط بين ايه؟ بين اتنين بقى، ركز في الكلمه دي، نيوميريكال فاريبلز. انا بقول لك نيوميريكال عشان ما اقولكش كوانتيتيف تسمعها كواليتيف، انا بقول لك اتنين ايه؟ بين تو كوانتيتيف او نيوميريكال فاريبلز يا صديقي العزيز. وده كان ايه؟ كنت بقيس بي الديجري اوف اسوشيشن. طيب والكلام ده قلناه المره اللي فاتت. يقابل كل تيست من التيستات اللي احنا قلناها ديت يا صديقي العزيز تيست تاني من النمبر مترك. طيب يا زيد، طب انا دلوقتي يعني انت عاوز تقول لي الوان سامبل ده يقابله من النمبر مترك الساينتست. طيب التو سامبل يقابله حاجه اسمها مان ويتني، ده مان ويتني يا رب اقول يا رب اكون بس بنطق صح، هو على العموم اسماء صعبه اصلا. طيب طب البيرد تي تيست، ويلكوكسون يا صديقي العزيز. طب الانوفا كروسك، زايد انا هنسى والله شكلي هنسى. طب بص يا صديقي العزيز في طريقه حلوه نحاول ان احنا نحفظهم بيهم طالما هم مفيش ليهم اي ديتيلز في الكتاب ومش هنعرف ان احنا نجمعهم باي طريقه فهم يعني. طيب بص يا صديقي العزيز، البيرد ده بيرد يعني حاجتين، يقابله الويلكوكسون، ويلكوكسون ده عنده او عنده او. فاكر برضو احنا في البيرد كنا بنعمل انترفينشن في النص، قول مثلا يا عم قول اكس ديت ده الانترفينشن، قول او واو ده تو جروبز، نفس الجروب يعني او ده اصلا نفس الحرف صح؟ جاء قبليه
جاء في النص حرف الاكس وجاء بعد كده حرف الاو تاني، اعتبر ان ده نفس الجروب، قارنه قبل الانترفينشن وبعد الانترفينشن. يبقى ده بيقابل مين؟ بيقابل البيت تيست، اللي هي فكرته ان احنا كنا بنقول ان احنا بنقارن نفس الجروب قبل وبعد الايه؟ الانترفينشن. تمام يا صديقي العزيز ويلكوكس، بلاش دي عشان ما تلخبطناش. طيب الانوفا، خد اول حرف من كلمه انوفا الايه مع اول حرف من الكروسكال ده وقول ايه كي، يبقى انت لما تلاقي كروسكال مفيش كي هنا تانية خد معاها ايه؟ انوفا. طب كمان تمام. طيب تعرف ان الانوفا بتقابل مين؟ تقابلها كروسكال. طب فاضل يا زايد البيرسون ده، بص يا صديقي العزيز خد الاس في، شوف انت في، شوف الجزء ده كده هو في شبهه هنا سبيرمان او البتاع ده، هما الاثنين كوريليشن. يعني مثلا يا صديقي العزيز هنا هتلاقي كوريليشن رانك كوريليشن وهنا في كوريليشن برضو. طيب ايه تاني يا زايد؟ بص يا صديقي العزيز مفيش غير ايه، بص يا صديقي العزيز مفيش غير ايه، مفيش غير التو تو سامبل تيست ده، احط معاه ايه؟ احط معاه المان وينتي ويتني تيست، المان ويتني تيست ده. بص يا صديقي هاخد اول برضو حرف التي، خد معاه حرف الام. فاكر انت العلامه دي بتبقى موجوده اللي هي التريد مارك؟ التريد مارك اه، العلامه بتبقى موجوده تقريبا اللي معناها ان هي دي ماركه تجاريه مسجله حاجه زي كده. طيب انا بص دلوقتي على حاجه قدامي يعني بدور فيها على علامه، بس ايا كان يا صديقي العزيز انت اكيد عارفها، انا جبت شكلها من على من على جوجل اهي، هو ده شكلها. طيب انت موجوده هنا اهي، بص يا صديقي هي دي برضو. يبقى انت هتاخد حرف التي بتاع تو سامبل تيست مع ايه؟ مع مع المان ويتني تيست. طيب فضل لنا الوان سامبل، هنقول ان هي وان ساين وخلاص علامه واحده. تمام كده يا صديقي، احنا بنحاول بس ان احنا نكون ايه؟ نحفظ الايه؟ الحاجات ديت عشان لما يجي في الامتحان يقول لك مثلا قول لي ده بيقابل ايه من هنا وده بيقابل ايه من هنا، والساين ده بارامتريك ولا نون بارامتريك، طب لو هو نون بارامتريك بيقابل ايه من البارامتريك، مش عارف ايه القصه دي، يكون فاهم انت، تكون عارف تجمعهم مع بعض. طيب تمام يا صديقي، بيقول لك ايه فوق؟ بيقول لكش حاجه، بيقول لك نفس الكلام اللي هو كل بارامتريك تيست عنده نون بارامتريك ايكويفالنت، نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب صديقي العزيز عايزين نجمع بس كده الكلام اللي احنا قلناه، احنا قلنا قبل كده البارامتريك تيست اتكلمنا عليه، والنهارده اتكلمنا عن النون بارامتريك تيست. طب احنا عايزين نقارن الاثنين ببعض. طيب لو بدانا الكلام بالحاجه اللي احنا لسه مخلصينها النهارده، النون بارامتريك يا صديقي هل كان في انفورميشن عن البوبيليشن؟ لا يا عم، احنا ما كنتش عارف اصلا البوبيليشن بارامترز، ما كنتش عارفهم، عارف انفورميشن ازاي؟ طيب هل الداتا ديت اصلا بتفولو اي سبيسيفيك ديستريبيوشن؟ لا لا، احنا قلنا في احنا قلنا زي في نون بارامتريك هي اصلا بتبقى لا بتبقى نوت نورمالي ديستريبيوتد. طيب صديقي العزيز قلنا الفاريبلز اللي كانت موجوده هل في النون بارامتريك؟ قلنا في كوانتيتيف فاريبلز، لا يا زايد احنا قلنا كاتيجوريكال، قلنا كاتيجوريكال نومينال وايه واوردينال. طب تمام. طب هل يا صديقي العزيز في النون بارامتريك تيست قلنا كنا بنقارن المين ولا الستاندرد ديفيشن ولا الميديان؟ لا يا زايد كنا بنقارن الميديانز المين والستاندرد ديفيشن مع الايه؟ مع البارامتريك. طب تمام. طب يا زايد هل احنا او هل يا صديقي العزيز هل احنا قدرنا نعمل انفرنسز معينه او اي حاجه ونعمل لها جنراليزيشن على البوبيوليشن اصلا من النمبر مترك؟ لا ما قدرناش. وما احنا عملنا ايه يا زايد بقى؟ وكنت بتقول لي احنا هنعمل ايه من النمبر مترك تيست؟ صديقي العزيز هعمل حاجه واحده بس، ايه هي؟ هشوف في يعني بشوف البوبيوليشن اللي انا سحبت منها العينه ديت هل البوبيوليشن زي بعض ولا لا. يعني ايه؟ فاكر انت المثال بتاع الدايابيتس واللي هو البرولونجد ووند هيلينج والقصه دي، كنت بقارن هل الناس اللي هم الطبيعيين وهل الناس اللي هم الدايابيتكس ايه اخبار ووند هيلينج هنا وايه اخبار ووند هيلينج هنا. انا بشوف الجروب ده هل التو جروب زي بعض ولا لا، ده اخري في النون بارامتريك تيست. ما قدرتش لا اوصل، ما قدرتش اعمل انفرنسز، وما قدرتش ما قدرتش اعمل حاجه ثانيه او جنراليزيشن على بوبيليشن. انا اللي انا قلته هل التو جروب زي بعض ولا لا. تمام، ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده في النون بارامتريك. لو بصينا على البارامتر بسرعه قلنا ان في كومبليت انفورميشن عن البارامترز بتاعت البوبيوليشن، ده كلام مظبوط. وقلنا ان هو بيتعامل مع مين يا صديقي العزيز؟ مع ديستريبيوتد داتا، نورمالي ديستريبيوتد داتا. تمام. وقلنا يا صديقي العزيز ان احنا هنا فاكر انت احنا قلنا النومينال والاوردينال، قلنا ده بيبقى ايه؟ النومينال بيبقى موجود في الفيرست سكيل، في الفيرست ليفل اوف ميجرمنت، فاكره؟ والاوردينال في السكند. طب تمام. طب الثيرد والفورث كان ايه؟ كان هو مقياس الفتره ومقياس النسبه. مقياس الفتره ومقياس النسبه كانوا عايزين ارقام، صح؟ والارقام كانت موجوده في ايه؟ في البارامتريك تيست او في مع البارامترز، يعني مع الحاجات اللي هي بتعتمد على البارامترز. طب تمام. طب هل انا اقدر اقارن المينز هنا؟ اه يا صديقي العزيز تقدر تقارن. احنا كنا بنقوله الوان سامبل والتو سامبل والقصه دي، كنا بنقول ان احنا بنقارن في الوان سامبل، كنا بنقول ايه بالظبط؟ في الوان سامبل كنا بنقول يا صديقي العزيز ان انا بقارن المين بتاع السامبل مع نون فاليو اوف ذا بوبيوليشن، والتو سامبل قلت بقارن ان انا ايه؟ بقارن برده المين بتاع ايه؟ بتاع تو اندبندنت جروبز. طب تمام، يبقى انا هنا كنت بقارن المينز. ايوه يا صديقي.
طب هل البارامتر تيست بيخليني اعمل، ممكن اعمل جنراليزيشن؟ اه يا صديقي تقدر تعمل جنراليزيشن وتقدر تعمل كونكلوجنز وانفرنسز عن المتوسط من الايه من تقدر تعمم الداتا يعني، تقدر تعمم الريزلتس بتاعتك والفايندنجز بتاعتك اللي انت وصلت لها على البوبيوليشن اللي انت خدت منه سامبل. طيب يا صديقي العزيز ده كده خلصنا كلامنا الحمد لله رب العالمين في المحاضره الثامنه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وبس كده انا خلصت.